يا ناس كتير اجتادوا على ايد سيدنا النبي وكانوا كفار. معلومه يمكن اول مره اقولها. اتفضل. ان في الاونه الاخيره بقالي حوالي 4-5 سنوات اكتشفت ان ربنا بيبعت لي نفحه ان انا ممكن اكتب لنفسي كلام. حلو. ودي كانت صدفه في نفسي ما تخيلتهاش. انا ممكن الحن لنفسي حاجه. انا حابب ده. انت دارس مزيكا اصلا؟ دارس مزيكا. معهد الموسيقى. دفعه 14. جيت انا في وقت بعد ما خلصت التجاره. بعد من حوالي سنة وكسر كنت في حفلة موسيقى عربية وخلاص الوقت قفز بها الحفلة. ففي الوقت ده انا محتاج اطلع حاجة جديدة لانه كنت عامل حفلة بعدها في قبة رجولي. فقبة رجولي في وش سيدنا الحسين. فعايز اعمل حاجة لمولانا سيدنا الحسين في الوقت ده. اكلم مين؟ ارتب مع مين؟ لقيت نفسي في يوم وانا قاعد سهران بجهز الشغل بتاع قبة رجولي لقيت نفسي بكتب. على باب سيدنا الحسين جينا هنا بميعاد، على باب سيدنا الحسين لازم الشموع تنقد. طب انا كتبت الكلام اتصدمت، انا كتبت ازاي؟ وابيات زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيبعت. طب عايز احط اللحن، لقيت نفسي بحط لحن مرح جدا بالنسبه للجمهور. يعني مش من مقام اسمه مقام الرست. طبعا يقال عليه في المزيكا بقى المقام المستقيم، المهوب او المعتدل.